عليكم، معكم سميه من S&S كورنر. اليوم غادي نقدم لكم لا نوفي كوليكسيون اللي فيها دي روب ستيل كافتان اي دي شال اي دي توربون بور لو رمضان. première robe اللي غادي نبداو بها هي هاد لا روب هادي بلو سييل اللي كتشبه شويه القفطان، واختارينا اننا نديرو ليها البيرلاج او نيفو دو لا سانتور باش كيعوض لينا هذيك المضمه، وحتى لا كوب ديالها الي فيت بور لي سواري ديال رمضان وبور كاع العرضات اللي يكونوا عندكم. La robe tania c'est une peach gandora اللي فيها مجيدين وفيها بيرلاج او نيفو ديال لو كول وديال لي مانش، باش تقدروا تلبسوا هاد الغاندورا هادي او لا روب هادي بوحدها بحال نتوما دايرين معها دي بيجو، ومناسبه حتى هي لكاع العرضات ديالكم ديال رمضان. ثالثاً روب اللي معنا هي الماستر بيس اللي حماقوا عليها كاع لي فام، الي تري كلاس وفيها هذيك لا توش اون اورغانزا برودي اي بيرلي على ما، حمقات كاع لي فام وخلاتها تكون بلو سبيسيال، وتقدر تلبس حتى هي في كاع المناسبات اللي غادي يكونوا عندكم في رمضان او ميم ابري لو رمضان ان شاء الله. وهاد لي روب هادو اللي شفنا دابا ماشي غير بور لي فام نون فوالي، مي حتى بور لي فام فوالي درنا ليهم واحد لا كوليكسيون ديال لي شال بيرلي اللي كيجيو معاهم، اي اوسي ديال لي توربون اللي يقدروا يلبسوهم في النهار عمليين كاجوال، ويقدروا يلبسوهم حتى في العرادات وفي المناسبات ديالهم ديال رمضان.